السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة سريحة البلاد. يوم جديد وفيديو جديد ونبات جديد. كما ترون إخواني أخواتي في الله، هذا هو نبات العنب. سوف أتطرق إلى فوائد العنب، لكن الموضوع الذي أريد أن أقدمه في القناة اليوم إخواني أخواتي في الله هو فوائد أوراق العنب. الكثير لا يعلم عنها أي شيء، لكن اليوم سوف أتطرق لفوائد أوراق العنب إن شاء الله. سوف أتطرق قليلا ما يعني فوائد العنب، ثم موضوعي وموضوع الحلقة هو موضوع أوراق فوائد أوراق العنب إخواني أخواتي في الله. البعض إخواني أخواتي في الله سوف يقول لي، لماذا ركزت على أوراق العنب ولم تركز على العنب؟ ركزت على أوراق العنب لأن فاكهة العنب فهي موسمية، تقريبا يمكن الحصول عليها شهر أو شهرين أو 3 أشهر. أما أوراق العنب فهي موجودة على 9 أشهر على مدار السنة. سوف نتطرق إن شاء الله حالا في فوائد فاكهة العنب. يقلل من مستوى الكوليسترول في الجسم، تعزيز صحة القلب والشرايين، الوقاية من فقر الدم وعلاجه، تعزيز صحة الجهاز العظمي وعملية الأيض. العنب والوقاية من الأمساك، مضاد للالتهابات، تعزيز صحة الفم، وله فوائد أخرى كثيرا سوف نتعرف عليها إن شاء الله في فوائد الأوراق بحول الله. ورق العنب يشتهر بسبب الأكلة التي ترتبط به، فجميعنا نحب تناول وجبة ورق العنب المحشو بالأرز واللحمة المفرومة وننتظرها بفارغ الصبر. لكن هل ستدفعكم فوائد ورق العنب إلى تناوله أكثر؟ هذا ما سنكتشفه إن شاء الله في هذا الفيديو. ورق العنب غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والتي جعلت له الكثير من الفوائد الصحية المختلفة، ولعل أهم هذه العناصر الغذائية ما يلي: فيتامين ك وفيتامين اي ومغنيسيوم والألياف الكالسيوم. ويعتبر ورق العنب واحدة من عدة أجزاء من شجرة العنب على اختلاف أنواعها التي يمكن الاستفادة منها للصحة والجمال. فللبذور العنب العديد من الفوائد المذهلة كذلك. الآن سوف نتطرق مباشرة إلى الفوائد. يقلل من فرص التهاب بإصابة بالالتهابات ويخفف أعراضها. يحتوي ورقة العنب على أوميغا 3، ويمتلك خصائص مضادة للأكسدة، الأمر الذي يجعله قادرا على محاربة الالتهابات والتخفيف من الأعراض مثل التهاب المفاصل والتهاب اللوزتين. يساعد في التحكم بمستوى الجلوكوز في الدم. ورقة العنب يمتلك مؤشر جلاسيم منخفض، أي أنه يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، لذا يعتبر تناوله أيضا أو بالأخص من قبل مرضى السكري من أجل التحكم بمستويات السكر في الدم لديهم. إضافة إلى احتوائهم ورقة العنب على الألياف التي تعمل بدورها على السيطرة على مستوى الجلوكوز بالدم. تحسين عمل الجهاز الهضمي، يساعد ورق العنب على تحسين عمل الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على ألياف، وبالتالي تحسين امتصاص المواد الغذائية من الأطعمة ومحاربة اضطرابات الهضم المختلفة. التقليل خطر الإصابة بالإمساك، وتعود هذه الفائدة لاحتواء أوراق العنب على ألياف الغذائية، فهي تساعد في هضم الطعام جيدا وتقليل خطر الإصابة بالإمساك قدر المستطاع. يساعد في الحماية من الإصابة بفقر الدم. ورق العنب غني بالحديد الذي يعمل على محاربة التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم، إضافة إلى وجود فيتامين سي الذي يعمل على مساعدة في امتصاص الحديد بشكل أكثر كفاءة. تعزيز عمل الجهاز المناعي، يعد فيتامين سي الصديق الحميم للجهاز المناعي،
وسبب احتواء ورق العنب على هذا الفيتامين فهو يعمل على تعزيز عمل الجهاز المناعي ومحارب الفيروسات والبكتيريا التي قد تهاجم جسمك. أخي أختي استعمل أوراق العنب فهي لها فائدة لتقوية مناعة الجسم. سوف أعطيكم الوصفة كيف يتم تحضير أوراق العنب. إخواني أخواتي في الله، محاربة الجذور الحارة والسرطان. لا يعمل فيتامين سي في أوراق العنب على تعزيز الجهاز المناعي فقط، بل يساهم في محاربة الجذور الحرة، كما يعمل كمضاد للأكسدة، يحمي الجسم من الإصابة بمرض السرطان. وهناك بعض الدراسات التي ترتبط كذلك زيت بذور العنب بمحاربة السرطان. الحفاظ على مفاصل سليمة. ورق العنب مصدر غني بالمغنيسيوم، وهذا المعدن يلعب دورا هاما في تكوين غضافير وتليين المفاصل لتقليل احتكاك بينها للحفاظ على سلامتها. تحسين عمل القلب. تناول ورق العنب هام للحفاظ على صحة القلب، فهو يساعد في الحفاظ على معدل انقباضات القلب السليم، ويعد السبب في ذلك إلى احتواء ورق العنب إلى البوتاسيوم، يساعد في تكوين عظام الجسم. احتواء ورق العنب على الكالسيوم يساعد في الحفاظ على صحة عظام الجسم، فهو من المعادن التي تدخل في تكوين العظام بشكل أساسي ومن أجل تقوية الأسنان والحفاظ على صحتها. لا يساعد الكالسيوم على الحفاظ على صحة العظام فقط، بل يعد عنصرا مهما لتكوين الأسنان والحفاظ على صحتها أيضا. التقليل التشنجات. إن وجود المغنيسيوم في ورقة العنب قادر على مساعدة في التقليل من تشنجات العضلات، فهو يعمل كمادة تساعد في استرخاء العضلات في الجسم. فوائد أخرى سوف نذكرها إن شاء الله. بالطبع لا تقتصر فوائد ورق العنب على النقاط السابقة فقط، بما يلي سوف نتطرق إلى بعض الفوائد المساعدة في تكوين كولاجين في الجسم والحفاظ على شباب البشرة. أختي الكريمة وأخي الكريم، فهو يحافظ على البشرة. هذه أوراق العنب تحتوي على ألياف تساعد البشرة على حفاظ لونها وعلى عدم ظهور تجاعيد. الحفاظ على صحة العيون. حماية الجهاز العصبي في الجسم. يساعد في تطور الجنين، ولكن يجب تناوله من قبل الحوامل باعتدال. إن فوائد ورق العنب العديدة والكثيرة تجعله من الأطعمة التي يجب تناولها بشكل مستمر ومنتظم، وكذلك بالتأكيد ليست بحاجة إلى أي سبب آخر لتناوله، ولكن شجع الآخرين على تناوله بنشر فوائده ونقله إليهم. أتمنى أن تنشروا هذا الفيديو، فهو مهم إخواني أخواتي في الله. الآن سوف أذهب لطريقة التحضير التي الكثير سوف يسأل عنها، بحول الله سوف نتطرق إليها مباشرة. الطريقة إخواني في الله سهلة جدا، وسوف أتطرق إليها. الطريقة يتم قطف أغصان أو أوراق العنب كما تشاهدون في الصورة، وغسلها جيدا، غسلها بالماء جيدا، ثم تأتي بإبريق أو إناء، ثم يتم غلي فيها هذه الأوراق مع الماء حتى الغليان لمدة 15 دقيقة. وعند تصفية هذا المحلول يتم شربه. وعيد الكر، يتم قطف الأغصان، أشجار كمثل هذه الأغصان، ويتم طبخها على إبريق لمدة ربع ساعة، ويتم تصفيتها وشربها 3 مرات في النهار. أما بالنسبة للبشرة فيتم بشرة الوجه، فيتم إخواني أخواتي في الله يتم غسل البشرة لمدة 3 مرات إلى 4 مرات في اليوم، وسوف تكتشف النتيجة بحول الله. دمتم في رعاية الله.